كمواطن كان دافع على وطني باش ما يلحقش ما يبقاش يبقى عندنا. دابا الحمد لله ان الفريق الوطني رجع لنا واحد شويه ديال الوطنيه، رجع لنا واحد اللعمه، رجع لنا واحد المجموعه ديال الاشياء، وهذا نفتخر به. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا للفرع الجهوي للنقابه الوطنيه لمهني الدراما، شكرا للمديريه الجهويه للثقافه بقنيطرة، شكرا للجمهور الذي حضر والفنانين والاصدقاء والكتاب والمصورين واهل القنيطرة الجميلين، شكرا لهم على الحضور. كنت فخورا ان اقدم هذا الكتاب، هذه المجموعه الشعريه في هذا الحفل بهيج، وهو وطن على حافة الرحيل الذي يعني اصدرته بعد 15 سنه من الاشتغال. وشكرا لكل من حضر، وشكرا لكم انتم الصحفيين وانتم اهل الاعلام، شكرا جزيلا. شكرا على الدعم ديالكم لهذا اللقاء التواصلي اللي تم اليوم ما بين فنان قدير واصيل سي محمد الشوبي، ممثل غني على التعريف، ولكن كان ضروري الاستضافه ديالو اليوم في قنيطرة باش يتلاقى مع ساكنه قنيطرة باش يتعرفوا على الوجه الثاني، يعني يتعرفوا على الشوبي كانسان، الشوبي ككاتب، الشوبي كمناضل حقيقي، الشوبي كمثقف، والشوبي ايضا الفنان ولد مراكش اللي اختار انه يجي ويعيش بيناتنا في قنيطرة. بغينا ان القنيطريين يوصلوا له في الامسيه هذه كل الحب اللي كيكنوه ليه وكل التقدير والامتنان، لانه اعطى الكثير في الساحه الفنيه، اعطى ادوارا يعني ما يحتذى بها، لانه معروف على محمد الشوبي ما كياديش الدور غير من اجل الدور، بالعكس هو يتماهى في الاداء ديال الادوار ديالو، يشتغل عليها ويبحث عن العمق داخل كل شخصيه، يعني العمق النفسي، لدرجه انك ملي كتفرج في الشوبي تستمتع مع الشوبي في الاداء ديالو. سهل ان الانسان يكون ممثل، ولكن ماشي سهل ان الانسان أو الممثل يخليك تيق وتنسى شخصيته الأصلية على أساس أنه كيتماهى مع الشخصية اللي كيأديها. الجميل في هذه الأمسية أيضا اللي هي من تنظيم الفرع الإقليمي للنقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية فرع القنيطرة، أن هذا الحفل اليوم بالمكانة اللي كيكنها لكل قنيطري لمحمد الشوبي، يعني شهد حضور مجموعة من الجمعيات القنيطرية، مجموعة من الفنانين القنيطريين، مجموعة من الصحفيين، مجموعة من الفنانين التشكيليين، مجموعة من الأدباء، من الكتاب، من الساكنة، من المواطنين، من الجمهور عشاق محمد الشوبي، وهذا هو اللي بغينا. اليوم الفن أو لمحمد الشوبي خلانا نعيشوا واحد العرس احتفالي حميمي إنساني بعيد عن البروتوكولات، كان من القلب الشوبي إلى قلب كل الحاضرين. شكرا لكم هذا الحضور هذا، وفي نفس الوقت هذا اللقاء هذا شهد توقيع الكتاب ديالو وطن على حافة الرحيل، وهي أيضا كانت اكتشاف جميل بالنسبة للجمهور اللي عجبته أنه كممثل أيضا عنده إمكانية أنه يكون قلم مبدع كاتب جميل، وشكرا لكم.